فيها لغ فيها لما قالوا لي مالكش فيها حاطط حلمي قدام عينيا عندي العزيمة مش بشتريها لسه هعلى ولسه هبني بص يا بنتي بص يا ابني صدق نفسك حقق حلمك يلا بينا نكسر الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم معاكم عمرو ياسين فيتنس ترينر. مشكلة البطن السفلي مشكلة البنات والولاد بفضل الله هنديك تمرينة في 20 يوم تقدر تتخلص منها نهائيا. تعالوا نشوف هنعمل ايه يلا بينا نكسر الدنيا. اول تكنيك معانا هيبقى بطن سفلي على البنش ممكن تعمله في اي مكان عندك في البيت او في الجيم يلا بينا نشوف هنعمل ايه. دايما وانت بتلعب حاول تلعب بهدوء ومن ثبات. تعمل 10 عدات وهتثبت 10. تاني تكنيك معانا هيبقى بطن سفلي برضو بس مرجع. تاني تمرين معانا النهارده هيبقى تويست بالفور هنعمله ربع ساعة. تلف وسطك للآخر ورجليك ثابتة تشتغل. التمرينة معنا هتبقى على التريد ميل. في حاجة في التريد ميل اسمها كالوري. كالوري دي بتوريك انت حرقت قد ايه. اول يوم هتنزل تجري سي مثلا حرقت 50. تاني يوم تنزل تتمرن تحرق 100. اليوم اللي بعديه 150. اليوم اللي بعديه 200 وهكذا. لازم تخلي الحرق بتاعك بيعلى بالتدريج. يلا بينا نكسر الدنيا. Thank you.